فتكرار ما ينفع من العلم هو طريق النجاة، هذا هو الذي يبقى به العلم. فلا ينبغي الإنسان أن يزهد في شيء يقول هذا أعرفه، لا، هذا مدعاه. ولذلك الأصل في الشرع تكرار ما يعظم، هذا الأصل. ذلك الآن بعض الناس من آثار الحضارة الغربية يمقت التكرار ويقول هذا التكرار دليل بلادة في الفهم وضعف، هذا خطأ، ليس صحيحا. التكرار نوع من العبودية لله سبحانه وتعالى، ولذلك تجد التكرار في أحكامنا الشرعية. الصلوات الخمس تتكرر في اليوم والليلة، كم تتكرر الفاتحة في الصلاة الواحدة؟ تتكرر أقل شيء تقرأها مرتين في صلاة الفجر، ومع ذلك تقرأها أيضا في الظهر أربع، وفي العصر أربع، وفي المغرب ثلاث، وفي العشاء أربع. فالتكرار ولا سيما في العلم هو عبودية لله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي الإنسان يزهد في تكرار الشيء، بل ينبغي له أن يقبل عليه إقبالا تاما، لأن هذا المعنى ثبت في قلب أبي أمامة لما احتاج إليه في الفتنة، لأنه تقرر بالتكرار صار ثابت عنده. ولذلك في الفتن تذهل العقول، ولا يرسخ فيها إلا من ثبتت في قلبه معاني الشريعة، هذا أصل، هذه منفعة التكرار. تأتي الفتن يحار الناس، لكن صاحب العلم الراسخ لا يحار أبدا، لأن العلم في قلبه حاضر بين عينيه، فلا يمكن أن يترك الحق الذي عرفه لأجل شبهات تروج، وإنما يرد هذه الشبهات مقابل ما يعرفه من الحق.